السلام عليكم، كيف الحال أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. الفيديو اليوم بعلمكم طريقة عمل الهوت شوكليت، لذيذة جدا جدا بالذات لعشاق الشوكولاتة. طبعا المقادير كلها حسب الرغبة، يعني ما في مقاييس محددة. وخلونا نبدأ الآن بالخطوات. أولا نجيب الحليب ونسخنه شوية على النار، وبعد كذا نضيف كاكاو بودر وشوية قرفة، هذا طبعا اختياري مش ضروري لكن يعطي مذاق جميل جدا للهوت شوكليت، ونضيف سكر حسب الرغبة، إذا تبغوا تستغنوا عنه مش مشكلة. نقلبهم كويس لما يمتزج مع الحليب على نار هادئة، كذا نجيب قالب شوكولاتة داكنة وناخذ جزء منه حسب الرغبة كمان، ونبدأ نكسرها بهذه الطريقة. والآن نضيفها إلى الحليب ونستمر بالتقليب لما تذوب الشوكولاتة تماما. حتى بتلاحظوا إنه لما تمتزج الشوكولاتة مع الحليب يصير قوام الحليب أثقل. أول ما تشوفوا إنه كل الشوكولاتة ذابت وامتزجت كويس وصار قوام الحليب ثقيل، تطفوا النار، تسكبوه على الكوب وتزينوه بأي شيء انتو تحبوه. أنا هنا زينته بالكريمة وشوية كاكاو بودر، وبس إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو إذا عجبكم وتشتركوا بالقناة عشان يوصلكم جديدي أول بأول. أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. إلى اللقاء.